باسم امي ايه؟ فقت يا روحي؟ فقت يا عمري. خلي لي قلبك. صباح الخير. صباح النور يا روحي، بدي اساوي قهوة ماما، احسب حسابك روحي. ايه لكن؟ خلي لي قلبك انا. ايه داليا؟ ايش في؟ ليش ضايقتي لي كل هالقد؟ لا والله كنت نايمة بس شغلتي لي بالي، ايش صاير معك؟ ايش في؟ باسم؟ خطفة؟ بس هو ما قلنا هيك. باسم ايش بك؟ انا بقلك ايش بي؟ ايش عم تساوي؟ كل اللي حكيت لكم اياه امبارح بالليل كذب. انا صحيح شفت ديانا امبارح بالليل لما وصلت هي وسالي عالشام، بس القصة مو مثل ما خبركم انه اتفقنا اخذ سالي مشان تشوف جدة وستة، وانا اروح اليوم على الاوتيل اجيبها واجي. انا اخذت سالي تركت الأديانة بالشارع تتلوع مثل ما لوعت لي قلبي على بنتي. بنتي بدها تضل معي هون، عم تفهمي؟ ليش هيك عملت؟ انتي بتحبي ابنك؟ تذكري انه نحن ساكنين ببناية على العظم، والولاد بعمر ابنك وائل بيحبوا يلعبوا جنب الشبابيك، والولد بعمر ابنك وائل اذا وعى من الشباك بتعرفي ايش بيصير فيه؟ يلي بده يحرمني من بنتي بحرمه من ابنه، عم تفهمي؟ ما بتجيبي سيرة لأهلك طاول عن تليفونك انت وداليا. ابوك اخذ سالي ووائل يجيبوا فطور ويرجعوا. هلا بتعدي يا حبابي وبتفطري معنا ولا كأنه في أي شيء صار، تفهمي دمدومي؟ صباحو بسوم. صباحو. النربيش يلي نازل من على السطح شكله فالت، خلينا دايما نصلحه انا وياكي. يلا خلينا نطلع نصلحه مثل ما صلحناه هداك اليوم. ماما نحن طالعين انا وديما نرجع نبريش المي من على السطح. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.